يعني إحدى الصعوبات التي عايشناها في عام 2014 كانت هي المضايقات التي تعرض لها العديد من الزملاء خلال تغطياتهم، سواء زميلي وليد أو الياس. للأسف يعني في بعض الأحيان يعني أينما وضعت الكاميرا ينظر إليك بأنك أنت تصور مكان ممنوع، أو يعني يقول لك أنه أنت وضعت الكاميرا في مكان أمنيا ممنوع تضع الكاميرا فيها، حتى لو كانت هناك كاميرات أخرى إسرائيلية يسمح لها، ولكن ما كان مسموح لوسائل الإعلام الإسرائيلية والأخرى لم يكن مسموحا لنا. دائما أنت محط اتهام. كانت هذه من الأيام الصعبة، ولكن الصعوبات أنا برأيي لم تكن فقط من قبل جيش الاحتلال، الصعوبات أحيانا أكثر تكون من قبل المستوطنين، وهذه ربما أريد أن أشير لها. سواء كنا يعني على حدود قطاع غزة في عام 2014 تضع كاميرتك، فأحيانا تأتي سيارات فيها مستوطنين ويراقبوا ليبحثوا إن كان هناك صحفيين فلسطينيين أو عرب اللي بيكونوا بالتغطية، وتحديدا كانوا أحيانا يسألوا عن الجزيرة. فدائما أنت تشعر أنك يعني مستهدف، وباعتقادي الاستهداف من قبل المستوطنين هو أكثر صعوبة، لأنهم منفلتين ولأنهم مسلحين أيضا في ذات الوقت. اليوم نحن يعني نعيش ذلك أيضا في الضفة الغربية، في كثير من التغطيات، في كثير من الأماكن التي نتواجد فيها، من يوقفك ويطلب هويتك ليس الجيش، ولكن أحيانا المستوطن هو يأتي إليك مسلحا يطلب منك أن تعرف بنفسك وبهويتك، وأحيانا يحاول اعتقالك.